وقد تصل عند البعض أو عند بعض المرضى إلى حد استبدال مفصل الورك من خلال عمل جراحي دقيق. فحسب موقع ويب ميد الطبي الأمريكي، فإن مرض هشاشة العظام قد يكون أحد أهم أسباب ضعف مفصل الورك وتعرضه للكسر عند أي حركة بسيطة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور أشرف سالم، استشاري أمراض وجراحة العظام والمفاصل. صباح الخير دكتور. صباح النور. بداية دكتور، لو تحدثنا عن أسباب التهاب مفاصل. والله أسباب التهاب المفاصل متعددة. في النوع الأشهر اللي أغلب الناس بتشوفه بتعاني منه هو التغير التدريجي مع المفاصل مع الزمن، اللي هو بيحصل في كبار السن. ده ما بيعتبرش نوع من أنواع الالتهاب الخطيرة، ولكن يعني نوع من أنواع التغير التدريجي في المفصل، زي ما بيصيب كل أجزاء الجسم نوع من أنواع التغير مع السن. المفاصل برضو بتتأثر مع السن، زي ما النظر ممكن يضعف، الشعر ممكن يشيب، العضلات تضعف، المفاصل أيضا غضاريف المفاصل بتضعف، ومع الوقت ممكن تتآكل، ومع التآكل يحصل ألم، ومع الألم ممكن يتدرج هذا الألم للدرجة اللي تستلزم في النهاية استبدال المفصل. ده أحد الأسباب أو يمكن السبب الأكبر لاستبدال أو الاحتياج لاستبدال المفاصل. الأسباب الأخرى، في التهابات روماتيزمية معينة، دي بتحصل في أي سن، عادة في العمر المتوسط، زي الالتهابات الروماتيزمية، روماتويد أرثرايتس، وفي يعني أنواع متعددة غير الروماتويد أرثرايتس بتصيب المفاصل، ودي بتحصل في أي سن وممكن تؤدي إلى يعني أن المفصل يحتاج أنه يتغير في سن أصغر. الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل، هل هم فقط كبار السن؟ الأكثر عرضة هو يعني كبار السن هم الأكثر احتياج لاستبدال المفاصل، إنما الإصابات مثلا الرياضية، اللي بيمارس يعني رياضة على مستوى بروفيشنال بيتعرض لإصابات متعددة. الإصابات المتعددة ممكن تعجل بأن هو يحتاج لما يتقدم في السن، بدل ما بيحتاج مفصل صناعي في سن 70 أو 80 ممكن على سن 50 أو 60 نتيجة الإصابات. لو ما فيش إصابات ما فيش مشكلة. الكبار برضو بيتعرضوا لأحد يعني الانديكيشنز لاستبدال المفصل، عمليات الكسور، زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، هشاشة العظام مع تقدم العمر بتسهل ان العظم ما يكونش قوي، فأي إصابة بسيطة ممكن تؤدي لكسور. ومفصل الحوض بالذات أو مفصل الورك من الأماكن الضعيفة في الجسم اللي يعني بتصاب بنسب عالية جدا. لماذا دكتور؟ لتكوين العظام نفسه. في عندنا نوعين من العظام، النوع الصلب اللي هي العظام الطولية بنسميها، وفي عظام بنسميها عظام إسفنجية. العظام الإسفنجية بتكون زي الإسفنج ولكن صلب. مع هشاشة العظام في تقدم العمر، العظام الإسفنجية بالذات الموجودة في فقرات الظهر، موجودة في أعلى عظمة الفخذ، موجودة في الرسغ هنا، بتكون أسهل إنها تتكسر. فالكسور في العمر المتقدم يعني كمان القابلية للالتئام والوقت اللي بياخد العظام لتلتئم طويل جدا، فبيكون من الأفضل عشان المريض يقدر يتحرك ويمشي وما ينامش في الفراش مدة طويلة، إن احنا نستبدل المفصل. تمام. الغضاريف دكتور، هل تنمو، هل تلتئم، هل يزيد طولها، هل يزيد حجمها، أم أنها زي الأعصاب يعني من الصعب أن تتمدد؟ الغضاريف ده نسيج خاص. في بعض الأنسجة في الجسم غير قابلة للتجديد، ومنها الغضاريف اللي بتكسي المفاصل من الداخل. نهاية أي عظمة في داخل المفصل، العظم مكسي بطبقة من الغضاريف. الغضاريف دي لا تحتوي على تغذية دموية. كويس؟ بيبقى نسيج أملس تماما، وبيستمد الغذاء من السائل الموجود ومن العظم المحيط به. عشان كده لما بيحصل اي دامج او اي يعني ضرر، اصابه للغضاريف ده، هي التاكل الغضاريف، الجسم لا يستطيع تجديدها مره اخرى. يعني حتى بفرض ان حصل اصابه دي في عمر يعني طفل مثلا، من الانسجه التي لا تتجدد بالمره. عشان كده
في استبدال المفاصل، لان لو هي العظم ممكن يتكسر ويلتئم، الجلد ممكن يحصل جرح ويلتئم، ولكن الغضاريف لا تلتئم. طيب دكتور، لو تحدثنا عن عملية استبدال المفاصل هذا مرض معدي من جرير، هذا مرض ينتشر بسرعة دكتور، هو تداخل الأحرف أو انتهالك الأحرف فعلا. طيب دكتور، لو تحدثنا عن المفاصل الطبيعية وعملية استبدالها بالمفاصل الصناعية، كيف تتم هذه العملية، وخاصة بأنها يعني تعتبر عملية دقيقة جدا جدا، الإجراءات التي يجب اتخاذها وكيف تتم هذه العملية؟ العملية طبعا زي ما حضرتك تفضلت عملية دقيقة وعملية محتاجة متخصص في استبدال المفاصل، لأن يعني دي مش زي استبدال مثلا أي شيء، مفروض المفصل يتركب كويس. بس هي يعني تقدمت جدا في 10-15 سنة الأخيرة، خصوصا مفصل الورك ومفصل الركبة، بحيث أنها بقت من العمليات اللي بتمارس بصفة دورية وصفة يومية، ويعني الليرنينج كيرف أو إحنا تعلمنا خلال هذه السنين من الأخطاء السابقة، بحيث أن يعني بقت نسبة الأمان ونسبة النجاح بتاعت العمليات دي عالية جدا. بالتأكيد في حاجات لازم المريض يفحص جيدا، يشوف كل الأشياء المحيطة المريض، مش بس مجرد المفصل ملتهب أو المفصل محتاج تغيير، المريض ده إنسان، لازم نشوف حالة القلب، حالة الصدر، هل في سكر، بيحتاج ياخد أدوية معينة عشان نمنع جلطات الدم بعد العملية، ده شيء مهم جدا بعد عمليات استبدال المفاصل، لأن ده من الأخطاء الشائعة. فلازم المريض بيقيم كاملا قبل العملية، وفي زي يعني بروتوكول معروف بالنسبة للطبيب، بالنسبة للمريض، بالنسبة لطاقم العلاج الطبيعي اللي تابع المريض بعد كده. فيعني ما اعتقدش ان هي بقت عمليه صعبه اني مور. طيب ما هي الماده التي تتكون منها هذه المفاصل دكتور، والى اي مدى من الممكن ان تخدم المريض، يعني متوسط عمرها حتى يتم الاستغناء عنها بعد ذلك؟ ده سؤال هائل جدا، لان في مجموعه من المواد مش ماده واحده. في اي مفصل بيبقى فيه جسم وفي الجزء اللي بيتحرك نفسه. المواد هي في معادن زي التيتانيوم والستانلس ستيل، نوع معين من الستانلس ستيل، وحاجه اسمها كوبالت كروم. المفصل اللي بيتحرك نفسه في السيراميك، نوع مش السيراميك العادي، سيراميك خاص، والميتال، وماده اسمها الهاي بوليسيلين، هاي دينستي بوليسيلين. ودي مواد ديورابل جدا، بتعيش في الجنريشن الحالي من المفاصل يعني 15 و20 سنة.